حيكون يحصل عليها اول شيء. اخذتي حبايه؟ لا يما شو اسوي بيها؟ ما بيها شيء، صحتي تمام تمام. عالي العال. نعم. ما عندك وريد اعوج؟ لا وريد اعوج ولا ايد مكسوره ولا رجل مشلوله. مو راح اعيد ضبط المصنع من البدايه. ما احتاج، شكرا. اخذها. انت اخذتها؟ انا اخذتها. شلون وضعك هسه؟ خبر ضبطت. شوفي شلون. بالعافيه عليك. كل شيء ماكو. تاخذين اتصال؟ اكيد. يلا ناخذ اتصال ونقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، من ويانا؟ بشير اسماعيل من بغداد. يا هلا بيك بشير، شو اخبارك بشير؟ والله الحمد لله. الصحة الأحوال. والله نعمة، يعني تليفونكم اليوم كان مفاجئ بالنسبة لي، يعني السالفة ناسيها و يعني جاب وقته. تعرف يقولون الرزق من الله. محلتنا احنا كلها مفاجآت. يعني أنا الأسبوع الجاي إن شاء الله، يعني إذا الله يسر يوم الأحد أدي زوجتي وأوديها عندها عملية. الله يسهل. ما ببالي السالفة أصلا، نسيتها. يلا بس الله. عمليه ما شنو؟ والله شغله نسائيه وشويه ثقيله. الحمد لله. تقوم بالسلامه ان شاء الله، ما بيها بس العافيه. الله يعافيكم ان شاء الله. يلا جاهز نشوف لك السؤال يا بشير؟ ان شاء الله. يلا سؤالك هاك. ما خاني. اين تقع شلالات نياجارا يا بشير؟ هل في الولايات المتحدة الأمريكية أم جنوب أفريقيا أم ماليزيا؟ الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. حكي عليك يا بشير. يلا بشير، أنت متابع قديم إنا؟ والله صار لي هواية متابع لكم. يعني تعرفنا. أنا زوجتي اثنيناتنا مستقبلين على الخط. يلا. التليفون صار مفاجئ اليوم. لا عاد قول لي، منو تحب أكثر واحد بالمحلة؟ والله كلكم طيبين وخير وبركه. لازم اكو واحد مميز. زوجتي تقول لو دلال لو فلك. يا دلال يا فلك. شلون كبل. تحياتي للمدام يا بشير. الله يسلمك ويبارك. الله يخليك. يلا قول لي منين تاخذ جائزتك؟ كيفكم؟ لا ما يصير. كيفك لازم. انت كيف؟ فلك يلا. يلا فلوك. يا هلا استاذ بشير، بما انه اتجهت الى استاذ فلك. عادي هاي اثار الحبايه. ان شاء الله زوجتك تقوم بالسلامه يا رب. بشير انا عندي اربع صناديق، اصفر اخضر ازرق وردي، ايش تختار؟ والله ان شاء الله نقول اخضر. يلا ان شاء الله اخضر. وان شاء الله جائزه حلوه، همنا اربع ظروف، اخضر اصفر ازرق وردي. هم اخضر ان شاء الله. همين اخضر. يلا ان شاء الله يا رب نشوف شكو بالظرف الاخضر. واربحت ويانا 75,000 دينار يا بشير. مبروك يا بشير. الف الف مبروك يا بشير، وتحياتنا لك وللاهل كلهم ولكل اهالينا ببغداد الحبيبه. اذا مشاهدينا مستمرين وياكم، لا تنسون تجاوبون هسه على هذا